بس بنات، عليك بصوت عالي بس بنات. هاي بناتك يا وطن، هاي بناتك يا وطن، هاي. ما كان بد من الخروج ولا بديل عن الثبات، وليست هناك منطقة وسط. لكم تختصر هذه العبارات القطعية ما وصل إليه ذهن الفرد العراقي بعد 17 عاما، أقل ما يقال عنها إنها كارثية. تفاقمت المصائب على العراقيين وطال الأمد بمحنتهم، فقرر الشباب الطامح الواعي أن يطلقها ثورة لا رجعة فيها ولا مهادنة ولا أنصاف حلول. فأتبع الشهر بالشهر، وشهيد يقتفي أثر شهيد، حتى طافت الثورة بغداد والمحافظات، وأركزت في كل مدينة ساحة للاعتصام تمثل أركان الثورة، من ساحة الحبوب في الناصرية إلى التحرير في بغداد والحرية في النجف وغيرها. دوى صوت ثوار تشرين فصدع جدار السلطة العالي، وبدا ساسة العراق الجدد تائهين مشتتين فاقدين للبوصلة. فلا الوعود التخديرية ولا الشعارات الطائفية تجدي نفعا أمام شارع غاضب وغاضب جدا. جمعت الحكومة أمرها واستجمعت قرارها، فكان القمع هو الحل. أريقت دماء المتظاهرين بالمئات وعلى مرأى العالم أجمع وبمختلف الأسلحة. بدأها قناصة الأحزاب، ثم أكملتها قنابل الغاز والرصاص الحي، وصولا إلى الأسلحة البيضاء والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية كما جرى مؤخرا في النجف. لكم أرهق الشباب الأعزل الحكومة وأجهزتها وميليشياتها، فلهم يخافون ولا يتعبون، وكأن ذلك الرصاص يرتد عن أجسادهم التي تسلحت نفوسها بالعزيمة وروح الثورة. ثم جيل قرر أن يستفيق ليستعيد وطنا سلب على حين غفلة من الزمن، ويحكم الآن بيد سياسي الصدفة المرعوبين من المد الهادر للشباب العراقي الذي توج طلابه بقمصانهم البيض هامة الثورة. أمعنت السلطة بالدماء وراهنت على القتل، وبالغ المتظاهرون بحب العراق وراهنوا على النصر. فأي الرهانين أجدر بالفوز، سلاح السلطة أم دم الثائرين؟